بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرحمن العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل لنا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل الحزن يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المادة أو المقرر، مقرر العقيدة الإسلامية. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد، وأتمنى بإذن الله تبارك وتعالى لكم عاما أو فصلا سعيدا تحققون فيه درجات عالية وكل ما تصبون إليه من خير بإذن الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. مادتنا يا الإخوة هي مادة العقيدة الإسلامية، وبإذن الله تبارك وتعالى اليوم سنتحدث عن مقدمة يعني في نشأة العقيدة الإسلامية وبعض المصطلحات التي يعني تتعلق بالعقيدة الإسلامية، وسنتكلم كذلك عن مصادر العقيدة الإسلامية وبإذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه وإلى الناس، بعثه بالتوحيد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة بهذا الأمر خير قيام. عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها يعني بعد البعثة مكرس أمره لترسيخ العقيدة في قلوب الناس وفي قلوب المؤمنين، ومات صلى الله عليه وسلم وقد كمل الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم بعد ذلك لما مات صلى الله عليه وسلم سار الصحابة رضوان الله عليهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بهذا الدين حق القيام. ثم في آخر عهد الصحابة حصلت الفتن ووقع الخلاف في الأمة، ثم بدأت تظهر الفتن والأهواء والفرق، فظهرت الخوارج، ثم بعد ذلك الشيعة، ثم بعد ذلك القدرية، ثم جاء المرجئة، ثم المعتزلة والجهمية وأهل الكلام يعني، ثم تغافدت أو تكاثرت الفرق. المقصود أن بعد ذلك بدأ العلماء يؤلفون ويدونون الدواوين في تأليف في العقيدة الإسلامية. فنحن نريد أن نعرف ما هي الكتب التي ألفت في العقيدة الإسلامية على مدى القرون الأولى. فنتحدث عن نشأة العقيدة الإسلامية أو تدوين العقيدة الإسلامية. أول ما بدأ تدوين العقيدة الإسلامية كان في القرن الثاني للهجرة، وكان هذا يعني تقريبا أول مؤلف وقع بأيدينا في الاعتقاد كان تحت مسمى أو مصطلح الفقه الأكبر، مصطلح الفقه الأكبر. ثم بعد ذلك في القرن الثالث ظهر مصطلحات جديدة ألف تحتها العلماء في هذه المسميات، وهم يقصدون بها المسائل العقدية، مصطلح الإيمان والسنة. في القرن الرابع ظهر مصطلح التوحيد والشريعة. في القرن الخامس ظهر
مصطلح العقيدة وأصول الدين. يعني هذه تقريبا هي القرون التي ثم بعد ذلك توافد العلماء وبدأوا يكتبون تحت من هذه المسميات يدورون حولها. فهذه تقريبا عندنا تقريبا 7 مصطلحات كتب العلماء فيها أو ألفوا تحت هذه المسميات وهم يقصدون بها المسائل العقدية، مسائل العقيدة. وسنأتي الكلام بإذن الله عن كل مصطلح من هذه المصطلحات. أول مصطلح من هذه المصطلحات هو مصطلح الفقه الأكبر. الفقه الأكبر المقصود به علم العقيدة، المقصود به علم العقيدة، يعني يقابلها الفقه الأصغر أو الفقه العملي اللي هو علم الفقه، اللي هو العلم المتعلق بالأحكام الشرعية والتكليفية التي تتعلق بالمكلفين من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. لكن نحن يهمنا الجانب العقدي. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه الذي توفي 150 للهجرة في القرن الثاني له كتاب تحت مسمى الفقه الأكبر، وكذلك من ألف تحت هذا المسمى الإمام الشافعي كذلك وهو متوفى 204 للهجرة. تقريبا في هذا القرن بدأ العلماء يكتبون تحت مسمى هذا المسمى الفقه الأكبر ويقصدون به مسائل العقيدة. فإذا سكت كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة وقرأت فيه ستجد أن موضوعاته تتكلم عن موضوعات العقيدة وسنتحدث عنها بإذن الله سابقا. لكن المقصود أن هذا أول مصطلح ظهر في التأليف في العقيدة، أول مصطلح هو الفقه الأكبر للإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، هذا بالقرن الثاني. عفوا. لماذا سمي علم العقيدة بالفقه الأكبر؟ سمي علم العقيدة بالفقه الأكبر نظر إلى أن جميع الأعمال والأقوال ترجع إلى العقيدة ولا تصح إلا لصحتها. يعني أن الإنسان مهما عمل من أعمال فإن الله لا يقبلها منه إلا إذا كان صاحب اعتقاد صحيح وعقيدة صحيحة وإيمان بالله واليوم الآخر، إيمان صحيح. ولذلك الله يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما تنفعهم هذه الأعمال. هذا في القرن الثاني. ثم في القرن الثالث ظهر مصطلح كما قلنا مصطلحات جديدة وهو مصطلح السنة والتوحيد. السنة في اللغة هي الطريقة محمودة ومذمومة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده فغير أن ينقص من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ممن ألف تحت مصطلح هذا التعريف السنة في اللغة. أما في الاصطلاح فهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الإيمان والعمل. وممن ألف تحت هذا المسمى هذه أمامكم الكتاب السنة لابن أبي شيبة والسنة لإمام أحمد والسنة لابن أبي داود. هذه كلها كتب لذا فتحت فيها وقرأت فيها أو قرأت فيها أخي الكريم تجد أن المراد بها يعني علم الاعتقاد، مراد بها مسائل عقدية. مصطلح الإيمان كذلك من المصطلحات التي ألف فيها العلماء تحت مسمى الإيمان ويقصدون بها مسائل العقيدة. وأحيانا الإيمان سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الوسطية إذا جئنا نتحدث عنه، لكن هذه تعريف سريع بس لغة التصديق أو والإقرار، واصطلاحا قول وعمل، والمراد به قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وسنفصل عن إن شاء الله في وسطية أهل السنة في باب الإيمان. ممن ألف تحت مسمى الإيمان كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم المسلم توفى سنة 224، كذلك كتاب الإيمان للإمام أحمد بن حنبل 241، وكتاب الإيمان لابنه منده كذلك، يعني بعدهم جاءوا بعد هذا. لكن المقصود ان هذا في القرن الثالث بدأ يعني مسمى الإيمان والسنة. في القرن الرابع جاء مصطلح التوحيد والشريعة ممن ألف تحت مسمى التوحيد، يعني التوحيد لغة مصدر واحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا واعتقد واحدا. وسنتحدث إن شاء الله كذلك في المحاضرات القادمة بإذن الله لما نتحدث عن التوحيد سنتذكر أقسامه. واصطلاحا هو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له،
مع إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع. الأولى تسمى توحيد المرسل، وإفراد الرسول بالطاعة والاتباع يسمى توحيد المرسل، وسنتحدث عنه إن شاء الله يعني بالتفصيل وبالتوسع أكثر في موطنها من الدرس أو من المقرر. لكن هذه نبدأ بس فقط حتى نتصور التسلسل الزمني، كيف يعني ظهرت مصطلحات العقيدة، وكيف أن يعني العلماء ألفوا تحت هذه المصطلحات، وأسماء الكتب وبعض أسماء الكتب ممن ألف تحت هذا المصطلح، مصطلح التوحيد، كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب لابن خزيمة. يعني لاحظ أن هذا الكتاب كتاب يتعلق بالصفات، وإن كان يعني بجانب التوحيد. كذلك كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته لابن مندة، كذلك توفى 395. ثم بعد ذلك تألف العلماء تحت هذا المسمى، ومن ألف من المتأخرين المعاصرين الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب يعني حظي ب يعني اهتمام العلماء المعاصرين، وشرحوا شروحات كثيرة جدا. من أجمل شروحات هذا الكتاب، أو يعني قصدي أول شرح لهذا الكتاب، كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد، أول من شرحه هو حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير عز الحميد، ولكنه يعني اخترمته المنية وتوفي رحمه الله قبل أن ينهي شرح الكتاب، وصل إلى باب ما جاء في المصورين تقريبا. ثم بعد ذلك جاء بعده يعني وأكمل على منهاجه وسار على منهاجه. كذلك أحد أحفاد الشيخ وهو عبد الرحمن بن حسن في كتاب آخر له شرح على كتاب التوحيد اسمه فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. وعبد الرحمن بن حسن عبارة عن كان يعني لخص كتاب الشيخ سليمان التيسير، فلخصه وهذبه ورتبه ثم أكمل الشرح، يعني هو عبارة عن تلخيص وترتيب وتهذيب وإكمال، فأكمل الشرح إلى آخر أبواب كتاب التوحيد. هذه العلاقة تقريبا ما بين التيسير والفتح تقريبا، يعني هذه أبرز المصطلحات إلى كتاب يعني في التوحيد. وبعد ذلك جاءنا مصطلح الشريعة، والشريعة مأخوذة من شرع، وهو شيء يفتح بامتداد يطول يعني فيه، وفي الاصطلاح وما شرع الله ورسوله من العقائد والأعمال وكذا. فالمقصود أن كل ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال يدخل تحت مسمى الشريعة بالمعنى العام. لكن الآن في العصر المحاضر أكثر ما تطلق الشريعة، أكثر ما يطلق الشريعة غالبا على الجانب الفقهي، على الأمور الفقهية. لكن بعض أهل العلم المتقدمين استخدموا مصطلح الشريعة وألفوا تحت يعني مواضيع عقدية، مثل كتاب الشريعة للإمام الأجري توفى 360 للهجرة، وكتاب كذلك الإبانة مولي في غلط هنا، كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة للإمام ابن بطة كذلك. المقصود أنهم يعني ألفوا تحت هذا المسمى كتاب الشريعة، لكن إذا جئت تقرأ أو جئت تقرأ في هذا الكتاب ستجد أن مواضيعه عقدية. ثم بعد ذلك في القرن الأخير جاء بعد ذلك في القرن الخامس مصطلحات جديدة، مصطلح العقيدة وأصول الدين. العقيدة وهي التي سنتحدث عنها كذلك في اليوم مأخوذة من العقد وهو والربط والشد، وهي ضد النقض، ولذلك تقول عقدت الحبل يعني ربطته وشددته. في الاصطلاح العلماء يعني لهم أكثر من تعريف، لكن من التعريفات العامة لما سمى العقيدة عموما هو كل ما يعتقده القلب ويدين به، وهذا تعريف عام للعقيدة، كل ما يعتقده القلب ويدين به يسمى عقيدة بغض النظر عن ماذا يعتقد. ولذلك إن كان هذا الاعتقاد اعتقادا صحيحا فهي عقيدة صحيحة، كاعتقاد وجود الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة تبارك وتعالى وإثبات الأسماء والصفات له، واعتقاد الباعث والنبوات، هذه كلها عقائد صحيحة. لكن إذا كان اعتقادا باطلا فهي عقيدة باطلة، مثل اعتقاد التثليث عند النصارى، هذا عقيدة تسمى عقيدة لكن عقيدة باطلة كفرية، إن الله ثالث ثلاثة، أو اعتقاد وحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد، إنكار النبوات، إنكار البعث،
هذه كلها عقائد لكنها عقائد باطلة. ولذلك أيها الأخوة والأخوات، لا يوجد، أنا أقول لا يوجد شخص على وجه الأرض يعيش بلا عقيدة. دعكم يعني كثير من الناس يقول لك أنا لا ديني، لا مو بصحيح، هو اعتقاده أنه لا ديني، واضح اللا دينية. لا يمكن أن يعيش الإنسان بالاعتقاد، لا يمكن، مستحيل، لابد أن يكون يعتقد شيء معين بغض النظر عن هذا الاعتقاد سواء صحيح أو باطل. المقصود أنه لا يمكن أن ينفك ما يعتقد في أشياء معينة، هذا مستحيل يعني. لكن مما ألف تحت هذا المسمى، مسمى العقيدة، كتاب شرح أصول اعتقادها، أصول أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، توفى 418، وكذلك كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث الإمام عثمان الصابوني 419، يعني هذه تحت مسميات العقيدة. كذلك من المصطلحات التي ألفت، أو وهو مصطلح متأخر، يكاد أن يكون متأخر، وهذا مصطلح أصول الدين، المقصود به يعني المبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى التي تتعلق بطاعة الله ورسوله والامتثال لأمره ونهيه. وعموما هذا المصطلح، مصطلح أصول الدين، أكثر من يستخدمه في المراد ويريدون به الاعتقاد كذا، غالبا نقول غالبا أكثر من يستخدمه هم أهل الكلام وأهل البدع، يعني قليل من أهل السنة والسلف يستخدمون هذا المصطلح في التعبير عن العقيدة. لكن لأن هناك عند المتكلمين بعض الأصول الفاسدة غلب عليهم استعمال مصطلح أصول الدين، لكنه يعني حسب الرغبة. ممن ألف في تحت هذا المسمى الأصول وأصول الديانة وأصول الدين وكذا، كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، وهو يعني إمام فرقة الأشاعرة المعروف، توفي في خلاف في توفاة، منهم يقول 329 ومنهم يقول 324، المقصود أن في خلاف. كتاب أصول الدين كذلك لأبي منصور البغدادي، وهو من كذلك من الأشاعرة، كتاب أصول الدين أيضا للجويني، وكذلك من الأشاعرة، هؤلاء كلهم من أئمة الأشاعرة تقريبا. المقصود أن هذه يعني تقريبا، المقصود أن هذا المصطلح، مصطلح أصول الدين، غالبا يعني من يؤلف تحته هم أهل الكلام. إشارة للإمام أبو الحسن الأشعري، تعرفون أبو الحسن الأشعري هو يعني مؤسس فرقة الأشاعرة، أو يعني رأس فرقة الأشاعرة، وهذا الإمام يعني سبحان الله يعني مر بأطوار، كان يعني حياته مرت بأطوار، جلس 40 عاما على مذهب المعتزلة، ثم تبين له بطلان وضلال مذهب المعتزلة، ورجع عن هذا وأعلن ذلك يعني تراجعه بشجاعة، ويقولوا أنه صعد على المنبر الخطبة والجمعة وقال من يعرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، وأشهدكم أني قد رجعت عن الاعتزال وخلعته، يعني كما خلعوا بحطتي هذا أو فروتي وخلعها، ورجع عن قول المعتزلة، وألف بعد ذلك كتب، وهي الطور الثاني الذي مر به، ألف فيه كتاب اللمع وغيره. وفي الطور الثاني هو كان على مذهب ابن كلاب، ثم بعد ذلك ترك يعني هذا الأمر، ويقولون أنه رجع إلى مذهب أهل السنة في الجملة، في الجملة. ومن ذلك كتاب الإبانة عن أصول الديانة، هذا الكتاب يعني في الجملة، هذا الكتاب على مذهب أهل السنة في الجملة، وكذلك كتاب يعني له كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وله كتاب أيضا المقالات الإسلاميين، ذكر فيه عقيدة أهل الحديث والإمام أحمد، يعني تقريبا هذه الأطوار التي مر بها أبو الحسن الأشعري، وهي من يعني يقال أنه رجع بعد ذلك مذهب أهل السنة، ولا يعني نسأل الله أن يعني يرحمه وأن يغفر للمسلمين جميعا. المقصود أن يعني هذا نبذة تعريفية سريعة عن أبرز المصطلحات التي استخدمت في تعريف العقيدة. إذا عندنا القرن الثاني ظهر مصطلح الفقه الأكبر،
القرن الثالث ظهر السنة والإيمان، القرن الرابع التوحيد والشريعة، القرن الخامس العقيدة وأصول الدين. هذه تقريبا أبرز المسميات والمصطلحات لمسمى العقيدة، تسمى عقيدة، تسمى شريعة، تسمى توحيد، المقصود تسمى فقه أكبر، تسمى يعني سنة إيمان. تجد أن العلماء كتبوا أو ألفوا في مسائل العقيدة تحت هذه المصطلحات. الذين يعتقدون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطلق عليهم أهل الاعتقاد الصحيح، يطلق عليهم مصطلح أهل السنة والجماعة. والمراد بأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام الخالص النقي من الشوائب. ولماذا سموا أهل السنة والجماعة بهذا الاسم؟ كما قلنا سمي يعني بأهل السنة يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لاجتماعهم على الحق واجتماعهم على إمام واحد. فسمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولاجتماعهم على الحق وعلى إمام واحد. وظهر هذا الاسم بعد أن ظهرت الفرق الباطلة، لما ظهر في عهد علي الخوارج والسبائية بعد الله بن سبأ، بدأ ودخل الناس وتقولوا وبدأوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون عليه حديث، قالوا سموا لنا رجالكم وسموا يعني رجالهم، فبدأ مصطلح أهل السنة. أهل السنة، لفظة أهل السنة إذا أطلقت ذكر أهل العلم أن لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق عام في مقابل الشيعة، في مقابل الشيعة يعني يقال سني ومقابلة الشيعة، هذا بالمعنى العام، فيدخل فيه كل من يقولون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان. إذن كل من أثبت خلافة الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت أهل السنة بالمسمى العام، فيدخل في هذا المعتزلة والشاعرة، لاحظوا بالمعنى العام، بالمعنى العام في مقابل الشيعة، فيقال سني وشيعي بمعنى أن هؤلاء يثبتون خلافة الثلاثة وهؤلاء لا يثبتون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. هذا بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص فإذا أطلق لفظ السنة ويراد به يعني المعنى الخاص فلا يدخل فيه فقط، لا يدخل في هذا اللفظ إلا من أثبت الصفات لله تبارك وتعالى وقال إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وقال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأثبت القدر لله تبارك وتعالى وقال إن فعل العباد مخلوق لله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله بالتفصيل وتوسع أكثر في لما نتحدث عن هذه المسائل في مكانها. لكن لاحظوا أن هذا الإطلاق الخاص إذا أطلق أهل السنة والجماعة بالمعنى الخاص، السنة المحضة، لا يدخل فيها إلا من هذه الأصول، أصول الكبار التي تميز. فإثبات الصفات يخرج الجهمية بجميع طوائفها والمعطلة مثل الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، يعني لا يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى على وجه اللائق به، ولا يدخل فيه إلا من قال إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وهذا إذا يعني أصل عند أهل السنة. ويخرج لنا المعتزل الذين تبنوا القول يعني بخلق القرآن، وتعرفون فتنة الإمام أحمد وما يعني حصل له من خلفاء يعني الذين تبنوا هذا القول، ونجد الله تبارك وتعالى الإمام أحمد وأصبح إمام أهل السنة وثبته الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. كذلك لا يدخل فيه إلا من قال إن الله يرى في الآخرة، وقال إن الإيمان قول وعمل، وهذا يخرج المرجع، ويدخل فيه كذلك إلا من قال إن الله تبارك وتعالى يخلق أفعال العباد، وهذا يخرج القدرية وغير ذلك يعني من الفرق الضالة. فالمقصود أن لفظة أهل السنة إذا أطلقت لها إطلاقان عام وخاص، ولذلك ينبغي أننا نتأمل. فأحيانا يأتينا إنسان يقول الأشاعرة مثلا من أهل السنة، نقول له ماذا تقصد بأهل السنة؟ إن قصد بأهل السنة المعنى العام في مقابل الشيعة، وقصد بس أنهم يثبتون خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فبهذا المعنى ممكن أن يقال أنهم من أهل السنة. أما إذا أراد بأهل السنة السنة المحضة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
وما سار من سار على نهجه من أهل العلم فالشاعر ليس من أهل السنة بهذا المعنى أبدا. والذي يعرف عقيدة أهل السنة حق المعرفة ويعرف عقيدة الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أنا أعتقد أنه لا يستطيع أن يجازف ويقول أن الأشاعرة من أهل السنة، فهذا أنا أرى أنه يعني معنى بعيد. يعني نعم هذه الفرق كلها تدخل يعني في عموم الفرق المتوعدة يعني في نصوص الوعيد، لكنهم يعني لا يخرجون من الإسلام. أنا أقصد أقول أنهم ليسوا من أهل السنة المحضة، بعضهم أهل البدع، لكن يعني نحن لا نتكلم عن أن كنما نقول أنهم ليسوا من أهل السنة معنى ذلك أنهم كفار يعني يخرجون من الإسلام، لا ليس هذا المعنى. يعني هذه لا زالت فرق إسلامية، الشيعة و يعني بعض فرق الشيعة وبعض المعتزلة والشاعرة والماتريدية هؤلاء يبقون في دائرة الإسلام. نحن نتكلم عن المعنى العام، نتكلم عن المعنى العام. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وكثير من الناس يحصل عنده لبس وخطأ يا الإخوة والأخوات في لما يسمع هذا الحديث، يأتي ويقول يعني هم كفار. نقول لا، ليسوا كفارا، ما يلزم يعني الوعيد بالنار لا يلزم منه الكفر. ليس كل من توعد بالنار هو كافر، وليس كل من دخل النار يكون كافر. لاحظوا أن النار فيها دخول وخروج، يعني هناك بعض المسلمين بعض المؤمنين يدخل النار ويخرج، يعذب على قدر ما عنده من الذنوب والمعاصي ثم يخرج. لكن مشكلة كثير من المثقفين أو من الذين يعني يقرؤون كذا يحصل عنده لبس في مثل هالقضايا. وأذكر أني تناقشت مع بعضهم في مثل هالقضية، فكان يقول أنتم يا أهل السنة أو السلفيين أو يعني تكفرون المسلمين كله، وهذا من الخطأ. فلما بينت له القضية وبينت كلام أهل العلم في هذا له كذا، قال أنا ما أعرف هذا. قلت مشكلة أن نحن ما نقرأ ولا نبحث. وكثير من الناس يا إخوة متأثر بالإعلام ومتأثر بما يذكره بعض الذين يعني لهم مواقف غير جيدة مع أهل السنة والجماعة أو السلفية، ويشوهون صورة أهل السنة ويشوهون صورة السلفية وكذا، فتتعجب سبحان الله كيف. ثم لما تبين له يقول والله أنا يعني هذا دكتور في إحدى الجامعات، يقول والله ما كنت أعرف هذا. فلما بينت له الكلام بهدوء كذا قال ورا ما يعني تطلعون وتقولون كذا، قلت موجودة يعني أهل العلم ذكروا هذا ومتصور لمن أراد أن يبحث. ولذلك يا الإخوة والأخوات أنا يعني أنصح نفسي وأخواني جميعا أننا يعني لا نأخذ كل كلام مسلم، لا مانع ابحث عنه وتحرى وانظر فيه، يعني هذا يعني المطلوب منا جميعا. المقصود أن هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة، مصطلح يعني أطلق وله معنى عام ومعنى خاص. هذا هو يعني أحببت أن أشير إلى هذا. كذلك من المصطلحات التي تطلق على من يعتقد الاعتقاد الصحيح غير أهل السنة يطلق عليهم السلف، ويراد بهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة، يقال لهم السلف. والمراد بالسلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون الثلاث المفضلة، وهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. والمراد بالقرون المفضلة القرن، هل المراد به المدة الزمنية أم الجيل والطبقة؟ اختلف العلماء في المراد بالقرن، منهم من قال المراد به المدة الزمنية، ومنهم من قال المراد به الجيل والطبقة. فإذا قلنا أن المراد بالقرن هو المدة الزمنية كما ورد في النبي عن النبي، يعني قصدي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون المفضلة. فمتى تنتهي القرون المفضلة؟ إذا قلنا أن المراد بالقرن المدة الزمنية 300 عام، فيكون نهاية القرون المفضلة عام 300 للهجرة. أما إذا أردنا أن ننظر إلى أن المراد بالقرن هم الطبقة والجيل، فيأتي عندنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وبعد الصحابة التابعين، وبعد التابعين أتباع التابعين، فيكون تنتهي القرى المفضلة مع نهاية أتباع التابعين. وهذا يجعل يعني قرن أو جيل كل طائفة أو كل جيل مختلف، فتجد مثلا جيل الصحابة امتد إلى آخر موت آخر واحد من الصحابة،
فتجد أن يعني تقريبا آخر أقصى ما قيل في هذا أن آخر من توفي من الصحابة توفي عام 110 وقيل 120، فيكون قرن الصحابة امتد إلى 120. آخر من توفي من التابعين 180، يعني استمر 60 سنة. من أتباع التابعين 220 أو وقيل 240 أكثر شيء. المقصود هذا أقصى شيء، فتختلف. المقصود أن هذه كلها هي القرون المفضلة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلف يقابلها كلمة إيش؟ الخلف. وكلمة السلف تعتبر كلمة مدح، بينما كلمة الخلف كلمة ذم. إذن السلف هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل. الخلف هم الذين انحرفوا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان والعمل والاعتقاد. فكل فرقة ضالة تسمى خلف. هذا تقريبا يسمون السلف، يسمون أهل السنة والجماعة. من مصطلحات أيضا عليهم يسمون أهل الحديث أو أهل الأثر، وهم الذين اعتمدوا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رواية ودراية وعملا في تقرير العقيدة الصحيحة. ولذلك يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أو لا ضرهم من خذلهم ولا من عاداهم. وفي حديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ستبتلق أمتي على سبع كلها في النار إلى واحدة. أو يعني فالمقصود أن المراد بهم هم أهل الحديث، الطائفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث. إذا ما كانوا أهل الحديث فمن هم كما قال الإمام أحمد؟ فالمراد بهم أهل الحديث. إذا يطلق عليهم أهل السنة والجماعة، يطلق عليهم السلف الصالح، يطلق عليهم أهل الحديث، يطلق عليهم أهل الأثر. هذه كلها مصطلحات لمن اعتقد الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه تقريبا مقدمة لنشأة العقيدة الإسلامية وأبرز المصطلحات للعقيدة الإسلامية. ويعني تقريبا بقي لنا نعرف العقيدة الإسلامية. التعريف العقيدة احنا ذكرنا هناك ما يعتقده القلب ودين به. طيب ما هي الأشياء التي يجب أن تعتقدها الإنسان ويدين بها عندنا هنا في ديننا الإسلامي؟ هي أركان الإيمان. ولذلك أفضل تعريف للعقيدة الإسلامية هي أركان الإيمان الستة: الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يعني هذا التعريف هو من أفضل التعريفات لتعريف العقيدة الإسلامية: الإيمان بالله ملائكة كتب رسل اليوم الآخر. الإيمان جازم، فيه إيمان جازم بالله ملائكة كتب رسل اليوم الآخر والقدر خيره وشره. تقريبا يعني هذه أهم الأمور. عرفنا الآن حديث قصدي تعريف العقيدة، وعرفنا مصطلحات تطلق على العقيدة، وعرفنا ماذا يطلق على من يعتقد الاعتقاد الصحيح والمرادفات له: أهل السنة، السلف، أهل الحديث، أهل الأثر، الطائفة المنصورة، أهل الفرقة الناجية. هذه كلها أسماء لمن كان يعتقد الاعتقاد الصحيح. وعرفنا تعريف العقيدة الإسلامية الصحيحة، وقلنا هو الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسنتفصل عنها بإذن الله، سنفصلها في المحاضرات القادمة. لماذا عرفنا العقيدة بهذا التعريف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون الحديث الطويل الذي رواه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: أخبرني عن الساعة. فقال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمارات الساعة. قال: أن تلد لامة رمبتها، وأن ترى الحفاة العراء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهي الله المستعان، يعني لاحظوا فينا الآن، يعني فينا الآن نحن هنا في هذه البلاد، في هذه الجزيرة العربية وفي دول الخليج، كيف كنا والآن كيف أصبحنا؟ كنا فقر وشظف من العيش
وفعلا كنا يعني أهل مرعى وإبل وغنم وفقراء وكذا، ومن الله علينا بهذه النعمة العظيمة. الآن أصبحنا نتطاول في البيع، عندنا ناطحات السحاب وفضل الله الحمد لله، لكن المقصود أن هذه من أشراط الساعة. وأشراط الساعة يا أخي والصورة سبحان الله وردت في نصوص كثيرة، يعني بعض الباحثين تتبعها فوصل بها إلى تقريبا 72 علامة من علامات الساعة الصغرى. أنا أذكر أني يعني أحصيت وتتبعت علامات الساعة الصغرى التي أجزم ومتأكد أنها وقعت ووجدت من خلال هذه الكتب قبل سنين، فوجدت وصلت يعني عديت أنا إلى 59 علامة من علامات الساعة الصغرى وقعت، نسأل الله السلامة. يعني شوف يعني يمكن باقي 10 و 12 و 13 علامة و 14، يعني تقريبا من 60 إلى 73 13 و 14 14 علامة هي التي لا أستطيع أن أجزم بأنها وقعت، فالباقي تستطيع أن تجزم بأنها وقعت كذا. يا إخوان يعني هذه قضايا خطيرة، يعني نحن بحاجة، نسأل الله أن يعني يرحمنا ويفتقنا ويسددنا ويهدينا. يعني شوف الوضع، فالقضية خطيرة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره انطلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة تدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالمقصود، وهذا سنتحدث إن شاء الله عن حديث جبريل وسيأتي الكلام عنه أيضا. نتحدث الآن عن مصادر العقيدة. أنت الآن حتى تأخذ عقيدتك منين تأخذها؟ منين تستقيها؟ العلماء في مصادر العقيدة قسموها إلى قسمين، مصادر أولية، مصادر أساسية، ومصادر ثانوية. المصادر الأساسية هي اللي هي الكتاب والسنة والإجماع، والمصادر الثانوية هي العقل والفطرة. العقل والفطرة تقريبا هذه هي مصادر العقيدة. القرآن الكريم أول مصدر من مصادر العقيدة هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر آية منه المعقول إلينا عن طريق التواتر. تأملوا هذا التعريف له محترزات. قولنا كلام الله تبارك وتعالى أخرج كلام البشر وكلام الملائكة، فلا يسمى كلام البشر والملائكة قرآن، وإنما الذي يطلق عليه قرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. طيب، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، القيد تقييدنا بأنه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أخرج التوراة والإنجيل، أخرج التوراة والإنجيل، فهو كلام الله لكنه منزل على موسى وعيسى، فلا يسمى التوراة والإنجيل قرآن، فلا يقال لها قرآن. قولنا المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته أخرج كلام الله على محمد صلى الله عليه وسلم لكن غير متعبد بتلاوته، الذي هو الحديث القدسي أو الحديث النبوي. واضح؟ المعجز بأقصر آية منه، فأخرج الكلام غير المعجز، والمنقول إلينا عن طريق التواتر أخرج لنا الشاذ، أخرج لنا الشاذ وغير المتواتر. إذن تقريبا هذه أهم مصطلحات محترزات التعريف. القرآن كلام الله تبارك وتعالى المتعبد بتلاوته. سبحان الله يا جماعة، يعني خلينا نقف وقفة أنا وأنتم مع هذه الكتاب العظيم، ونسأل أنفسنا كيف حالنا مع كتاب الله تبارك وتعالى. هل فعلا نحن يعني القرآن بالنسبة لنا يعني شيء أساسي في حياتنا، أم أنه يعني إن جاب البركة وقرأناها أحيانا؟ يعني قراءة القرآن متعبد بتلاوته، تعبد، شوف تعبد لله تبارك وتعالى بقراءة القرآن الكريم. يعني إيش تعبد؟ يعني فيه أجر عظيم، أجر عظيم يا جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. يعني تخيل أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه 190 حسنة. كم لنا من الأجور العظيمة إذا قرأنا القرآن؟ يعني الآن خلونا نحسب يا جماعة كذا حسبة بسيطة، يعني لو أننا قرأنا وجه واحد من القرآن كم سنحصل على عليه من الأجر؟ القرآن الوجه الواحد فيه كم سطر؟ 15 سطر. والسطر كم حرف تقريبا فيه؟ متوسط الحروف التي في السطر الواحد
خلينا نقول 30، 30 حرف، 30 في 15 450 حرف، في 10 حسنات 4500 حسنة في الوجه الواحد. الوجه الواحد هذا كم يأخذ منا أيها الأخوة والأخوات؟ كم يأخذ منا؟ دقيقة واحدة. يعني تستطيع أو تستطيعين في دقيقة واحدة تكسب 4500 حسنة، تقرأ وجه واحد القرآن. طيب إذا كانت يعني تخيل إنه 10 أوجه، كم؟ 45,000 حسنة. جزء 90,000 حسنة. طيب إذا قلنا هذه في 10 حسنات، طيب إذا ضعفها من الله تبارك قال إلى 700 ضعف، كم يطلع؟ 90,000 في 70 بكم؟ اضربوها عاد أنتم، 630,000 أظن كذا ولا لا؟ 4 نعم، 630,000 حسن. 4 أصفار 9 في 7 في 63، 630,000 حسن يا جماعة إذا قرأنا الجزء واحد. الجزء الواحد كم يأخذ منه أيها الأخوة؟ إذا طولنا 20 دقيقة أو 25 دقيقة، ما يقارب المليون حسنة في 25 دقيقة. ولذلك يا أخواننا بحاجة إلى أننا نقف مع كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتلاوة وتدبرا. ينبغي لنا فعلا أن نعطي كلام الله حقه ونتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوته، بحفظه، بتدبره، بمعرفة معانيه، تفسير. كثير من الناس سبحان الله لا يقرأ القرآن، ويقرأ القرآن فقط في رمضان، وإذا انتهى رمضان كفل القرآن وقال له والله هذا آخر العهد، بكر السنة الجاية. وأعرف أحدهم يقول أنا لي سنتين ما قرأت قرآن، نسأل الله السلامة، محروم والله يا أخوان. هو بنفسه يقول هذا، يقول أنا لي سنتين ما، يعني هو يقصد أنه ما فتح المصحف وجلس يقرأ. هو طبعا يصلي، أتكلم عن قراءة، قراءة يعني افتح المصحف واقرأ يا أخي. الآن يا شباب يا إخوة يا أخوات، الآن من فضل الله علينا، يعني الآن أنا أعتقد الآن لو يعني أردنا أن نعمل إحصائية، أنا أعتقد الآن أن المجموعة هذه فيها أكثر من 2500 طالب وطالبة الآن. أنا أعتقد أنه إن لم يكن الجميع فلا أقل من 90 إلى أكثر من 90% منا من هو في جواله محمل تطبيق القرآن الكريم. كلنا عندنا جوالات أكيد، جزما كل واحد منا في جواله تطبيق القرآن الكريم. وإذا ما هو في جوالك تستطيع أن تحمله، كلها ثواني وتتحمل التطبيق. واضح يا إخوان؟ إذن القرآن معنا في كل الأوقات، ومع ذلك نحن تجدنا ننشغل بالجلوس على وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك وتويتر والإنستغرام والسناب شات والواتساب ومدويش، ونجلس عليها يعني ساعات تأخذ أوقاتنا يعني، ومع ذلك عادي جدا هذه، ولا يعني نشعر بالوقت. لكن إذا جلسنا نقرأ قرآن وفتحنا المصحف يعني أصبح ثقيل علينا، ويا الله نقرأ ومجاهد. ولذلك ينبغي لنا يا أخوان أن يعني نعيد النظر في هذه القضية حقيقة. أنا يعني أحث نفسي وإخواني على إعادة النظر والاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب العظيم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم يعني ضربوا 4 أمثلة في الاهتمام بالقرآن وحفظه، كيف أن الله حفظ هذا القرآن، تكفل الله بحفظه على مر الزمان، إنا نحن نزلنا ذكرنا له لحافظون. ولذلك يعني كانت الطرق حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة طرق كثيرة تدل على اهتمام بالقرآن وكذا، وأن الله تكفل بحفظه. في عهد النبوة يعني كان ينزل بها الوحي من درجة الملك مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن جبريل كان يراجع القرآن كل عام في رمضان مرة، وفي العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجع جبريل القرآن مرتين. كان يكتبون الوحي ويقابلونه
النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة كان ينهى عن كتابة غير القرآن حتى لا يختلط بالقرآن، ثم لما أمن هذا سمح بكتابة الحديث. فالمقصود أن هذه وسائل لحفظ القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على تعلم القرآن وتعليمه، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أين نحن من هذه الخيرية؟ أين ما نحن من هذه الخيرية في تعلم القرآن أو تعليمه؟ يعني بعض الناس لا يحسن القراءة، لا يحسن القراءة، ما يحسن يقرأ ويأنف أن يذهب ويتعلم القرآن. ما هو عيب يا أخي، تعلم القرآن هذا خير، خير ما يقضي، خير ما يقضي فيه المؤمن وقته أو المسلم وقته هو أن يعني يقرأ كلام الله تبارك وتعالى ويتعلم كلام الله تبارك وتعالى. الآن الحمد لله فيه نماذج عجيبة جدا، يعني أنا عندنا طالب الآن في الجامعة هنا يدرس عند الفصل هذا، ما شاء الله تبارك الله، هذا آية من آية الله في الحفظ، يحفظ القرآن برقم الآية ورقم الصورة ورقم الصفحة، وتقول لك اقرأ لي كذا، وبعدين ما شاء الله تبارك الله. فهو عندنا في القاعة يعتبر يعني نموذج، فنحن دائما نحيل عليه الآيات يعني، وصوته الجميل ما شاء الله تبارك الله، يوفقه ويبارك فيه. فالمقصود يا إخوة، أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ الواحد منا يمكن يلا، وهذه كذلك فرصة الآن الجزء يعني هذا نصف جزء عامة، وأعتقد أن الجميع حافظ، وهذا عشان رجعت هدية كذا كله، الغالبية أتوقع أنه يعني يحفظ جزء عام أو نصف جزء عام، أين كان يعني إلا ما يحفظ يعني يحتاج أنه يعيد النظر في 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 نفسي في حياتي. حفظ في عهد الصحابة، أبو بكر جمع القرآن، عثمان جمع القرآن، فالصحابة رضي الله عنهم اهتموا بالقرآن، فوصلنا القرآن لله الحمد متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظه الله من الزيادة والنقصان، فمن قال فيه بالزيادة والنقصان خرج من الإسلام صلى الله عليه وسلم. كل من قال إن القرآن زيد منه زيد فيه أو نقص أو نقص منه فهو خارج من الإسلام، لأنه مكذب لكلام الله، يقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم يأتي أناس ويقولون لا، القرآن فيه نقص، الصحابة أخفوا بعض الآيات أو أخفوا بعض الصور. يعني هذه يعني يحتاج الإنسان من يعتقد هذا الاعتقاد أن يتقي الله في نفسه وأن يراجع ويخاف على نفسه، يخشى الله يخبر، يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم يأتي يقول لا يعني القرآن زيد فيه أو نقص منه، أو أن هناك آيات أخفيت، أو أن هناك آيات نقصت، أو أن هناك صور نقصت. يعني هذا سبحان الله، ما أدري يعني كيف يعني يقبل مثل هذا القول الذي هو يعني في غاية السقوط وفي غاية الضعف، والأدلة والحقائق والبراهين تثبت بطلان هذا القول. فالمقصود أيها الإخوة، يعني هذا هو أول مصدر من مصادر العقيدة الإسلامية. نكمل إن شاء الله المصادر في القول في محاضرة أخرى، وباقي الدرس يعني تقريبا نكتفي بهذا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.